الموسم السادس عبقرية العائلات ومباراة جميلة جدا ومتكافئة، وهفكركم بالنتيجة. عائلة خميس الميعاد القاهرة 115، عائلة جاد الوراق الجيزة 110. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور ال 16، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال ميرنا جاد. اتفضل يا ميرنا. هنشوف ميرنا جاد والسؤال الأول وموضوع السؤال إيه. جوكر، من حقكم تختاروا موضوع السؤال، تحبوا تتسألوا فيه. قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. قدرات ذهنية. طيب سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية. 188 في 3 على 6 زائد 144 يساوي كام؟ 188 في 3 على 6 زائد 144 يساوي كام؟ أستاذ إيهاب إجابتك؟ 238. 238 إجابة صحيحة. برافو عليك. كان هيحصل لخبطة في السؤال ده. السؤال الأخير السنة اللي فاتت برضو كنا هنضيع. برضو كان هيقول إجابة غلط. أنقذته. 30 نقطة، النتيجة اتغيرت. 140 عائلة جاد، 115 عائلة خميس. زينة، اتفضلي يا زينة. هنشوف زينة وموضوع السؤال إيه. علم، جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. يا ترى السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 نقطة. تمام. علم، والسؤال هو: تاريخ، حدثت محرقة الطيرة عام 1948 بإحدى الدول العربية، فما هي؟ في شهر رمضان. وضعوا بنزين على المسنين وأشعلوا فيهم النار بمنتهى الوحشية. نور الدين إجابتك. فلسطين. فلسطين إجابة صحيحة. استشهد 68 وفقا للأمم المتحدة، واحدة من مجازر كتير قام بيها الكيان الصهيوني. النتيجة اتغيرت. 135 عائلة خميس، 140 عائلة جاد. سامح، سامح شحاتة، اتفضل. هنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال ايه. قدرات ذهنية تاني. تمام. سؤال ب 20 نقطة لأن أنتوا خدتوا الجوكر في السؤال الأول. تمام. 15 ثانية، محدش يستعجل. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية. 165 على 5 في 3 ناقص 55 يساوي كام؟ 165 على 5 في 3 ناقص 55 يساوي كام؟ تاني معلش تاني. 165 على 5 في 3 ناقص 55. ماركو. 44 صح. 44 يا ماركو، ومامتك موافقة. ماركو إجابة صحيحة. برافو عليك يا ماركو. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت. 160 عائلة جاد، 135 عائلة خميس. السؤال الحاسم، لو عائلة خميس جاوبت صح ألف مبروك التأهل لدور ال 16، لو جاوبت غلط عائلة جاد إلى دور ال 16 من غير ما تجاوب. مباراة صعبة جدا جدا. أنس، اتفضل يا أنس. هنشوف أنس وموضوع السؤال إيه. علم تاني. جوكر طبعا. جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم. ولازم السؤال يبقى ب 30 نقطة
جوكر. علم والسؤال هو أدب. أحلام من أبي، قصة عرق وإرث، هي مذكرات لرئيس أمريكي سابق، فمن هو؟ أحلام من أبي، قصة عرق وإرث. Dreams from my father, a story of race and inheritance. يحكي فيها عن موت والده المفاجئ، وده أدى لتغيير حياته تماماً. لو إجابتك صح، ألف مبروك إلى دور الستاشر. لو إجابتك غلط، هاردك عيلة جاد إلى دور الستاشر. نور إجابتك. باراك أوباما. باراك أوباما. عيلة جاد عندكم إجابة تانية؟ في إجابة تانية. في إجابة تانية. باراك أوباما إلى دور الستاشر. دلوقتي بقى عايزكوا تعرفوا عيلة جاد محبوبة ليه، الابتسامة عليهم هم الأربعة. ألف مبروك. ألف مبروك. كأنهم هم اللي فاتوا، يعني ولا حد فيهم كسر، ده حتى مايكل مبتسم. حتى مايكل. لا مايكل، احنا رفعنا عنك اللقب بتاع النكد، خلاص ما ينفعش. بجد بجد الأربعة الابتسامة من ألبوم واضحة قدامنا كلنا، يعني هم نفسهم يكسبوا ده أكيد، ولكن هم فرحوا لك لأن السؤال ما كانش سهل وإجابته كانت عندك، ولكن هي المباريات الجميلة كده. نور شاطر ويستاهل كل خير بصراحة. قاعد يعني متوتر يا أول مرة، معلش بعد كده خلاص. والله عيلة جاد أنتوا لعبتوا مباراة جميلة جدا، النتيجة فرق 5 نقاط، نهائي مبكر. أنا افتقدكم فعلا فعلا، هارد لك، أنا بقولها من قلبي. طبعا مبروك لنور، ألف مبروك. مامتك بتعيط. نور أفضل لاعب في مصر النهاردة ب 155 نقطة. بقاله 3 سنين بيحضر للبرنامج. عايز أقول لك حاجة، 3 سنين. ده سكور تاريخي، بيفكرنا بكرولوس فيكتور الموسم اللي فات، هالاند العبقرة. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقه النهارده 325 نقطه، ويبقى مجموع النقط من اول حلقه لحد دلوقتي 1395 نقطه في خزنه البنك الاهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. هارد لك لعيلة جاد، وألف مبروك لعيلة خميس، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.